اللغه الاجنبيه الاولى المواصفات بتاعتها كلها زي بعضها، سواء الانجليزيه او الفرنسيه او الالمانيه كماده لغه اولى. نوع الاسئله اختيار متعدد، عدد الاسئله بدرجه واحده 32 سؤال، عدد الاسئله بدرجتين 5 اسئله، عدد الاسئله باربعه مفيش، عدد كل كذا يبقى الدرجه الكليه 42. نيجي بقى للايه؟ للمقاليه. هتلاقي عدد الاسئله بدرجتين 2، وعدد الاسئله باربع درجات هيبقى 1، وفي الاخر 8. التوتال يبقى عندي كام؟ 50 درجه، وهو فعلا اللغه الانجليزيه او اللغه الاجنبيه الاولى من 50 ايه؟ من 50 درجه. تعالوا بقى نقرا الكلام اللي تحت الجدول ده اللي هو بيوزع لي المقاله عشان الطلبه تبقى عارفه هذا الكلام. تشتمل عدد 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين. تقيس هذه الاسئله درجه الطالب بالقصه المكرره باسئله تقيس المستويات العليا للتفكير. احنا المواصفه في حيث المستويات العليا للتفكير زي العام الماضي تماما، مش في اي اختلاف، نفس المواصفه بالظبط. الحاجه الوحيده اللي فيها اختلاف هو ان في 15% اسئله مقاليه علشان موضوعات التعبير اللي انتم شفتوها والحاجات اللي لازم الطالب ينتج فيها الايه؟ والتعبير عن راي الطالب بالاضافه الى سؤال للتعبير 4 درجات، حيث يكتب الطالب مقال او رساله بريد الكتروني ايميل